السلام عليكم. أزول جي على الحس بزاف البروي، جاء بارطاجي معكم الفيديو هذا في هذه المنطقة، يعني فوق لا توروت كما نقولوا حنايا، الطريق السريع. رقم 90 و94 الوطنية في أمريكا، معناها 1994، وهي انترناسيونال الطريق. أنا أوريكم الوطا كيفاش يروحوا رابيد هنا في الليل، وأنا اليوم راهي سردي نايت. كما قادر تشوفوا هذه هي الطريق السريع اللي قلتكم عليها، هذه بالليلة. Start to day night. أنا نستنى في البيس أوضى، وأنا ما بغيش نستنى هنا، بلاصة نقاول شوية ما سمعليش، جي با لي شوا. هذا الكامل اللي قاعد تشوفوا فيه الأصفر، هادو تاع ليرجونس تاع الاسعافات، ما واحد طيح للطوموبيل اون بون في فلاتوروت يخرجوه نورمال باطل. من بعد يعيط ل ثاني واحد اخر يجي يديه الميكانيسيان ولا يروح للثالثه تاعو. صرات لي ديجا، هادو خالصين من الستيت، كما قلنا انا من الحكومه تاع تاع البلاصه هذه. افرح دير شرا تسمعوني خاطرش البروي مقوي شوية. المواصلات رايحين صاحبي 200 300 كيلومتر في الساعة، ولا 250 ولا 400، أنا يطيروا هنا بالليلة يطيروا، وخاصة في الصيف ما تاش لعب. خليكم على خير، بونوي، لا بروشان ان شاء الله.